والدتي كانت تتسول والقوا القبض عليها ثم استبدلوها بي. مبدلين الطفل بأمه. من أمه ذولا؟ بعض الشرطة والدوريات. خلي يسمع وزير الداخلية. بعض رجال الشرطة والدوريات. هذا الطفل أمه اللزمت كانت تجدي اللزمت فراحوا جابوه بدال أمه. شوف ايش قد ياخذون من عند الشرطة يوميا، وهذا على لسانه، والأطفال يعني ما أعتقد يقدر يكذب وما يبين عليه. تفضل. زين أنت تعرف إنه هذا ممنوع، يعني ليكم شوكم الشرطة إذا قعد. لا هاي دورية بس ياخذون الفلوس، اكو ناس تاخذ الفلوس اكو لا دوريات ما تاخذ فلوس. اكو دوريات تاخذ من عندكم فلوس؟ اي بس اكو دوريات لا ما تاخذ. ايش قد ياخذون من عندكم؟ من عندكم؟ 5 مرات 15، كل واحد من 15. اه والله. ليش تقعد تطلع حتى تنطي 15 للدورية؟ انا 40,000 لازم اطلع. لازم 40؟ اي لازم. واذا ما طلعت ال 40؟ اوقف 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 اوقف. أنا بس عندي ملاحظة لزميلتي، طبعا تحية وحب واحترام، يمكن فاتتها تمام أو ما متقصدة، بس واجبي أنبه أنه هذا الطفل ممنوع يطلع وجهه. منظمات الدولية والتواصل الاجتماعي والرقابة على التواصل الاجتماعي، هذا الطفل يتغطى وجهه. ليش؟ لأنه هذا مو ذنبه، وحقوق الطفل هذه تحاسب قناتك وتحاسبك على انه تطلعين وجه طفل تمام ينعرف امام الناس وامام الشاشات انه هو ظاهر بهذا الموضوع بهذا الوضع البائس. فزميلتي العزيزه ارجو ان تنتبهين لهذا الموضوع، حتى لا انت، لانه انت اعلاميه محترمه، فما اريد تكون عليك اي شائبه بهذا الخصوص. كمل. وتنطي للدورية من الـ40 جقد؟ طيب 5,000 أروح. هم يجون يقولوا لك تعال انطينا؟ إيه لو مطيتهم ياخذوني. ياخذوك إذا مطيتهم؟ إيه. زين وإذا أخذوك شلون راح يتركوك؟ عادي. شلون يطلعوك؟ كفالة كفالة. منو يتكفل؟ عادي يتكفلون بيت، وناس تكفلت ولا؟ منو ناس تكفلك؟ أبويا والدي يجي، بس أكو أما ذيك مرة جابوا جهالي كبري كفلوا بيه. منو تكفلهم؟ كويت عاد وشرطة بيهم تتكفل. أقف أقف قدامي، صير قدامي عافية عليك. أي. إيه. أي. شرطة تتكفل وفي شرطة ما تتكفل. سيادة العميد ما أعتقد إنه يحتاج إنه أطرح سؤال. أنا بس قبل ما يحكي سيادة العميد، أوقف هنا أوقف. قبل ما يحكي سيادة العميد، شوف الرخص والدناءة والوصاية عند بعض المنتسبين وزارة الداخلية انه يجيبون اطفال وياخذون من عندهم من 5 إلى 15,000 يوميا، ومجبور هذا الطفل لازم يطلع 40,000 باليوم. تخيل. كمل، خليه يكمل سيادة العميد. ابدا. اي يعني تقصدين، اذا قصدك انه ينطل الدوريه، احنا العام الماضي طردنا 2129 ضابط ومنتسب. دول طردناهم ما كانوا عبثا، طردناهم بالتاكيد اكو جهاز لا يخلو من سيئين من مخالفين. نعم. وزارة في كل وزارات اليوم وزارة تعدادها 670,000. نعم. أكيد فيها ناس مخالفة، إحنا دا نضغط باتجاه طرد هؤلاء المخالفين. الآن على أبسط القضايا دا نحيلهم إلى المحاكم. ممكن أكو ناس تأدي القانون بشكل صحيح وأكو ناس مخالفة للقانون. صح. يتعاون ويمتسول، يتعاون ويمتهم، يتعاون ويمتهم، وهذا فيه. صحيح 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 صحيح. والدليل أنه أكو دعاوي دا تنقلب، اكو افادات دا تتغير، هذا كله من هو؟ بعض منتسبين وزاره الداخليه اللي هم متنفذين بمراكز الشرطه وغيرها والدوريات واشكال والوان. فالتفاته جيده انه يدققون وزاره الداخليه على هذول المنتسبين اللي موجودين بالدوريات. يقول لك 2000 وكسر هم مطارديهم من وزارة الداخلية بسبب هاي المخالفات. قرت عينك يا وطن يا أبو الحضارات.